شو رايحة عالسوق؟ أهلين أهلين. لا رايحة أزور بنتي الكبيرة شاهيناز. ليش لا تروحي؟ خليها تجي لعندك وبالمرة بتشوف أختها وبيتسلوا. مو فاضية تجي، مشغولة شوي بأمور الحياة. هيك ولا منضل منشيل همهم حتى نموت. ليكون زوجة ما عاد سمح لتزوركم. شو هالحكي؟ صهري بيحترمنا وبيعمل المستحيل حتى يرضينا. بعرف انه صهركم رجال محترم، بس اكيد بيكون تأثر بالكلام اللي طلع عليكم. يعني شو هالحكي؟ اكيد بده يتأثر ويخجل من عائلة مرته. انفضحت وسيرتها صارت على كل لسان. لكن اسمحي بنتي بتشرفك، لا انت ولا غيرك بسمح له يحكي عليها. قلي لي مين عم يجيب سيرتها؟ بنتي مرباية وما في مثلها. مرباية وحملت قبل ما تتجوز. ليكي كل أم حمسوسة إلك هيانة، خليها تولد ابنها وبتدوري لك على شي زلمة ختيار يقبل فيها، تتزوج وبتشوف طلباته، وهو أكيد رح يسجل ابنها باسمه وخلصت القصة. ما ربيت بناتي وكبرته لجوزه هيك جوازة، شو عم تحكي انتي؟ معنى هيك بسيها مخلل عندي. خرسوا كل وحدة تهتم بحالها وبس. لسان خانم، نحن عم نحكي لمصلحتكم. مصلحتنا تتركونا بحالنا ولا تجيبوا سيرة بناتي؟ هاي بنتي أنا، ما حدا فيكم بحق له يحكي كلمة واحدة عليها. بنتي شريفة غصب عنكم، عم تفهموا؟ روحوا شموا ريحة عيالكم يلي فايحة. انتي جوزك ما خلى حدا له نصب عليه، ما في حدا بكل الحارة سلم من شره وقرفه كمان. احكي لسه ولا بكفي؟ واحدة ما بتستحي، امشي خلينا نروح. أنا ما بستحي؟ شوفي وليه؟ ابنك هون كل بيعرف عمايله، ابنك قليل الشرف، خطف بنت صغيرة من المدرسة وكل الناس بتعرف. يا الله بلشت المشاكل من هلا. زينب تشرفكم، عم تفهمي انت وياها وليه؟ زينب بنتي مرباية وما بسمح حدا يجيب سيرتها. يا حويلتها الله يداري فيها، عم تفهموا؟ حط الحق على العالم. تعرفي شو أكتر شيء قاهرني من اللي صار؟ انقهرتي انه جوزك صف مع بنت عمه ووقف ضدك، مزبوط؟ ليش هالقد؟ ما عم بفهم. سألته هالسؤال كمان. قلت له بس لأنه هي بنت عمك؟ ولا لأنه؟ ما قال لي لا. كيف يعني؟ يعني البنت عاجبته؟ يعني جوزك حاطت عينه على بنت عمه؟ ما حكى هيك شي حتى، ما حكى أي شي. عملت كل اللي بقدر أعمله وطلع على الفاضي. شو استفدت؟ شوفي ضليت وما قدرت أرميها لبرا. ليكي أمي شيليها من راسك ولا بقى تفكري فيها بالمرة، اهتمي بجوزك وانسي إنها موجودة حتى. ما بقدر أمي، صعب. كيف بدي أتحمل شوفها قدام عيوني كل يوم؟ بتقدري شاي. شوفي يا عمري، كل ما عادتيها أكتر كل ما بعد عنك جوزي، وكل ما عم تحاولي إنك تأذيها سامي رح يبعد أكتر وينفر. اتركيها بقى لك بنتي، وهيك تسمحي تأثر كل هالقد على حياتك وتخربها، فهمتيني مو هيك؟ قولي إن شاء الله يجي نصيبها وتروح من وشك وترتاحي منها. اسمعي، مو قلتي لي إنه هي وخليل عم يطلعوا مع بعض هون؟ بلكي بيجي ويطلبها وهي بتقبل فيه كمان. وهيك بدون مشاكل بتحمل حالها وبتنقلع. وإذا ما راحت؟ أنا وعدت لأمك إنه ضل عندك، هلأ بترجع وما بتلاقيني وبتزعل. بس أنتي استنيتيها وهي اللي تأخرت لنا، بعدين أنا منيحة ما فيني البلا. طيب خليني ضل شي نص ساعة لسه زينة، بلكي من هون لوقتها بتجي أمك. بتكون قاعدة هي وإختي، ما رح تجي هلأ، وأنتي بلا ما تاكلي بهدلة. شو نسيتي أخوكي شو بيعمل إذا عرف إنه أجيتي لعندي؟ إيه مزبوط مزبوط. وانتي حاجتك قهر وزعل، روقي، يعني اللي صار صار. شوفي على التلفزيون بنسمع كتير قصص من هذا النوع، بيكونوا لحالهم ومعهم شي 4-5 ولاد وبيجي نصيبهم. ما بتعرفي، بجوز تشوفوني على التلفزيون شي يوم. يا الله شبك.
التهيت بالمشاكل ونسيت ضيفك، رح أنده أمينة تعملنا قهوة. لا ما بدي، لا قهوة ولا شاي ولا أي شيء تاني. ما شفتي كيف طلعت فيني هالبومة؟ الشماتة واضحة بعيونها، يقصف عمرها، عملت لي هيك. هداك اليوم سمعتني كم كلمة على الموضوع، على شوي كنت رح أضربها من قهري وما عم لاقي الفرصة أحكي مع عمي بخصوصها. بنتي أنا رح جن والله، بليلة كتب الكتاب ما إجاني نوم لوش الصبح. شو رح نعمل بس يجي هالببو؟ تفضلي خبريني أنا وأختك منين نصرف عليه؟ كيف نتحمل مصاريف مدرسته؟ يا الله قرفت قرفت كل هالحياة. ما ناقصني غيرك كمان. يا ربي شو هالورطة؟ إذا سامي عرف بهذا الموضوع شو بدي أعمل أنا؟ دخيلك يا رب، والله يا بنتي رح أختنق من كل هالمصايب. ما بنخلص من الورطة إلا بتجي ورطة غيرها فورا. وصلتني لهالمصيبة اللي أنا فيها. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.